افتتح محافظ الإسكندرية محمد الشريف معرض أهلا رمضان في 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد. وقال محافظ الإسكندرية أنه سيتم طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض، مشيرا إلى أن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع المطروحة داخل المعرض. أفضل مكان نعمل فيه معرض أهلا رمضان السنة دي، بدل ما كنا بننصب شادر في الشارع احنا بنعمله في السوق الحضري السوق الجديد، اللي أنا سعيد إن النهاردة إن أنا بشوف كل التجار مبسوطة وكل التجار شغالة، وأنا شايف مئات وآلاف المواطنين منتظرين بره المعرض عشان يبدأوا يدخلوا بعد ما نخلص الافتتاح. ما شاء الله حاجات يعني جميلة ورخيصة، الحمد لله، يعني يا ريت يكون كده على طول بصراحة. حاجة كويسة الحمد لله، بس ربنا يدومها إن شاء الله. الأسعار هنا طبعا أحلى من بره بكتير، السعر كويس وحتى الحاجة كويسة وطازة. تحية للرئيس وبقول له ربنا يخليك لينا ويطول في عمرك ويبارك في عمرك، يبعد عنك كل شيء وحش يا رب.